ولذلك المؤمنون الأولون وفقهم الله كان عددهم قليلا، ومع ذلك أقاموا أعظم دولة وأقاموا أقوى دولة، فهداهم الله وأفلحوا، وكانت هدايتهم ضخمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في ظرف 10 سنوات في المدينة، 10 سنوات كون أعظم دولة في التاريخ، وكانت أقوى دولة، وكان يهابها كل من حولها. طب كيف؟ قال لأنهم كانوا متقين، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على تقوى كبيرة، بحيث إننا مهما نعمل من الأعمال لا نصل إلى ما وصلوا إليه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح. إيمان أبي بكر واحد يزن إيمان الأمة؟ نعم، ضخم في العقيدة. أيضا لو أنفق أحدكم إلى جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفقت أنت ما أنفقت لتصل إلى ما عليه صحابة رسول الله، لو أنفقوا حفنة من الشعير يكون لها ثواب أكبر مما لو تصدقت أنت بجبل ذهب، جبل أحد. لماذا؟ لأن عقيدتهم راسخة، لأن إخلاصهم قائم، لأنهم يتحرون الأفضل فالأفضل، فرفع الله شأنهم. يبقى أولئك على هدى، يعني الذين يسلكون مسلك المتقين لهم نوع من الهدى لا تستطيع أن تدرك قدره. طب من أين عرفنا هذا؟ من التنكير، من قوله على هدى. فلو قال أولئك على الهدى ما كان قد وصل إلى هذا المعنى. ولذلك لو أنت تقول في الكلام العادي لو أبصرت فلانا لأبصرت رجلا، انظر إلى كلمة رجلا، لأبصرت رجلا. كان يمكن أن يقول مثلا لو أبصرت فلانا لأبصرت الرجل، نقول لا، لو قلت لأبصرت رجلا أقوى. يعني حينما تتحدث عن واحد له صفات طيبة وله صفات صالحة، فتقول لو أنك رأيت هذا الشخص لرأيت رجلا، يعني يتصف بكامل الرجولية. من أين أتى كلمة كامل الرجولية؟ أتت من التنوين رجلا. لكن لو قلت لرأيت الرجل لكان أمرا عاديا أنك رأيت أحد الرجال، إنما حينما يقول لرأيت رجلا يعني رجلا متفردا متميزا بكل صفات. يبقى إذن بناء على هذا، فإن قول الحق سبحانه أولئك على هدى بالتنوين يعني أن الله تعالى يجعلهم على هدى ضخم وعظيم ولا يمكن أن يوصف. الذي يصف ويعلم هو الله سبحانه وتعالى، ففكر فيه واجعل نفسك تنطلق لتفكر أن الصالحين لهم الهداية في الدنيا ولهم الهداية في الآخرة. نعم، أولئك على هدى من ربهم، من ربهم، من ربهم. هنا النون في من ربهم مدغمة في الراء، من ربهم، بس بغير غنة عند معظم القراء، لا تغن، وبعضهم يغنها، ولكن عدم الغنة أفضل، أفضل وأقوى. طيب هنا سؤال آخر، قال أولئك على هدى من ربهم، ثم عاد فقال وأولئك هم المفلحون، فكرر أولئك مرتين، أولئك على هدى من ربهم، ورجع قال وأولئك هم المفلحون. يعني كان يمكن أن يقول أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون،
لما قال أولئك على هدى من ربهم ورجع تاني قال وأولئك هم المفلحون، فكرر اسم الإشارة مرتين. لماذا؟ لأن هنا مكافأتين، المكافأة الأولى أنهم على هدى وهذا شرف عظيم، المكافأة الثانية أنهم مفلحون وهذا شرف آخر. يبقى كأنه أراد أن يبين أن لهم ميزتين، الميزة الأولى أنهم على هدى وهذا أمر عظيم بدليل اسم الإشارة للبعيد أولئك، يعني منزلتهم عالية في الهدى. والميزة الثانية أنهم مفلحون وهذه أيضا منزلة عالية وضخمة جدا. فإذا تكرير اسم الإشارة يفيد أنهم يمتازون بأمرين وكل واحد له استقلاله، فالهدى أمر ضخم وعظيم والفلاح أمر آخر عظيم جدا. يبقى كأنه هنا هكذا قال الشيخ في تكرير أولئك تنبيه على أنهم كما ثبت لهم الأثرة بالهدى فهي ثابتة لهم بالفلاح. يبقى أوثروا وكان لهم أثرة وأعطوا الهدى وكما أعطوا الفلاح أيضا. فجعلت أو فجعلت كل واحدة من الأثرين في تمييزهم بها عن غيرهم بالمثابة التي لو انفردت كانت أو كفت مميزة على حيالها. يعني إذن كأن أولئك على هدى ميزة خاصة، بحيث لو انفردت ونقول إنهم على هدى لكان هذا الأمر عظيما جدا. فإذا قلنا وأولئك هم المفلحون فهذه ميزة أخرى مستقلة لها عظمتها، بحيث لو أنت وضعت كل واحدة وحدها لكانت كفاية. نعم، لكنهم جمعوا بين الأمرين، جمعوا بين هذا وبين ذاك. نعم، يبقى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. طب لماذا قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك؟ فعطف فأتى بالواو، أولئك على هدى من ربهم وأولئك. طب لماذا لم يقل أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون ويترك الواو؟ قال لا، الواو هنا مهمة لأن كل صفة تختلف عن الأخرى، الهدى شيء والفلاح شيء آخر. طب ربنا قال عن أهل الكفر أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. طب هنا لم يعطف، هنا قال أولئك كالأنعام بل هم أضل، لم يقل وأولئك هم، لا قال أولئك هم الغافلون من غير عطف. فما الفرق؟ هنا عطف أولئك على هدى من ربهم جاب العطف وأولئك، ومع الكفار لم يأتي بالحرف فقال هم كالأنعام كالبهائم ثم قال أولئك هم الغافلون. نقول أصل الحديث عن الكفرة هو حديث عن غفلتهم وعن جهالتهم، فهم جهلاء وغافلون كالأنعام. فالأنعام البهائم، البهائم عندها غفلة، عندها غفلة، فكأنه هنا يتكلم عن غفلة الكفار عن الحق. لو أدركوا الحق وفكروا بعقولهم التي منحهم الله إياها لآمنوا، أما أنهم أعرضوا فأصبحوا غافلين، أصبحوا كالبهائم. إذن كأنه وصفهم وصفا واحدا، وصف أهل الضلال وأهل الكفر وصفا واحدا وهو غفلتهم. فلما كان الوصف واحدا لم يأتي بحرف العطف فقال كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولم يأتي بالواو. لكن لما كان الوصف بالهداية أمرا ولما كان الوصف بالفلاح أمرا آخر
عطف بالواو، لأن الأهل التقوى لهم ميزتان، لهم ميزة الهدى ولهم ميزة الفلاح، وهذه تختلف عن هذه. إنما حينما قال الحق سبحانه عن الكفرة إنهم كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، فهو يتحدث عن صفة واحدة وهي غفلتهم وجهالتهم، فكالأنعام في الغفلة والجهالة وهم الغافلون. إذن الثانية مؤكدة لمعنى الجملة الأولى فلا تعطف عليها. سبحان الله، طبعا هذه اللغة وهذه عظمة القرآن الكريم. نعم، سبحان الله هكذا. فكان يوزك يقول هنا فلذلك دخل العاطف في أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، دخل العاطف بخلاف الخبرين ثمة في أولئك كالأنعام بل هم أضل، فإنهما متفقان، لأن التسجيل عليهم بالغفلة وتشبيههم بالبهائم، لأن التسجيل عليهم بالغفلة وتشبيههم بالبهائم شيء واحد، فكانت الجملة الثانية مقررة لما في الجملة الأولى، فهي من العطف بمعزل. هكذا يقول الشيخ الزمخشري، وقد شرحنا هذا القول. أولئك هم المفلحون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. طيب هنا وضع هم، كان يقول وأولئك المفلحون، فلماذا وضعهم؟ قال وضعها للتوكيد، للتوكيد وللاختصاص، يعني الذين على صفات المتقين، هذه الصفات التي ذكرها القرآن الكريم، إيمان بالغيب وإقام صلاة وإيتاء الزكاة أو إنفاق، والإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل على من قبله من الرسل، مع الإيمان بالآخرة واليقين فيها، من على هذه الصفات له الهدى وله الفلاح، أما غيرهم لا. يبقى كلمة هم هنا تخرج غير من يتصف بهذه الصفات، فالذي لا يتصف بهذه الصفات لا فلاح له. فهمناها من ماذا؟ قال من ذكر كلمة هم هنا، وأيضا من قوله أولئك المفلحون، هم المفلحون، هو لم يقل أولئك مفلحون، قال أولئك هم المفلحون. فهنا يقول الشيخ إن هذا يفيد الحصر والقصر عليهم، فالذي يأخذ هذه الميزة وهذه الميزة هم المتقون، أما غيرهم فلا. اسمها أسلوب اختصاص، أسلوب اختصاص. نعم، يبقى المتقون هم الناس الذين عنهم بلغك أنهم يفلحون في الآخرة، يبقى أولئك هم المتقون، يعني الذين يبلغوا إليك خبرهم بأنهم يفعلون كذا ويفعلون كذا ويفعلون كذا، إذن يستحقون الهدى ويستحقون الفلاح. فيعني أنت تقول مثلا بلغك أن إنسانا قد تاب من أهل بلدك، فاستخبرت من هو، فقيل زيد التائب، أي هو الذي أخبرت بتوبته أو أخبرت بتوبته، هذا الذي أخبرت بتوبته، يعني معناها أنك تقول ده فلان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا من الصالحات، إذن يكون هو الفائز، هو الفائز. يبقى كأن أولئك على هدى من ربهم وأولئك المفلحون استنتاج، استنتاج من ذكر الصفات. وأنت لو قلت والله بلغني أن شخصا في البلد الفلانية رجع إلى الله وتاب إلى الله، وتقول نعم، إذن ستكون له المغفرة، إذن هذا هو التائب الحقيقي، وهذا هو الذي سيحصل على المغفرة من الله سبحانه وتعالى. إذن المقدمات تؤدي إلى النتائج، فأنا عندي مقدمات، متقون يعملون بالأعمال الصالحة كذا وكذا وكذا وكذا،
إذن النتيجة أن يكونوا على هدى وأن يكونوا على فلاح. فإذن أنت تتحقق من أن صفة الفلاح قد حدثت لهم. لماذا؟ لأنهم عملوا لها وعملوا من أجلها. فإذا أردت أن تكون مثلهم فاسلك سبيلهم، اسلك سبيلهم. ولذلك يأتي الشيخ بنماذج لغوية، يقول مثلا أنت تقول لصاحبك هل عرفت الأسد وما جبل عليه من فرط الإقدام؟ يقول نعم. يقول إن زيدا هو هو. يعني أنت بتضرب المثال، تقول هؤلاء يفعلون كذا وكذا وكذا، إذن هم أهل الفلاح. كما تقول أنت عرفت الأسد، تقول نعم الأسد ده عنده إقدام وعنده كذا. طب زيد هو هو، يعني هو مثل الأسد، إذا كان مثله يتصف بالجرأة. إذن هل عرفت المتقين؟ من هم؟ الذين يفعلون كذا ويفعلون كذا ويفعلون كذا، إذن هم الذين على الهدى وهم على الفلاح. فانظر كيف كرر الله عز وجل التنبيه على اختصاص المتقين بنيل ما لا يناله أحد على طرق شتى، وهي ذكر اسم الإشارة. يعني مرة يقول أولئك على هدى ويكرر وأولئك هم المفلحون، فيصفهم ويعطيهم هذه الميزات واحدة بعد الأخرى، ويسلك في ذلك سبلا مختلفة بهذه الصورة. أولئك هم المفلحون، يبقى كل هذا يؤكد منزلة المتقين ومرتبتهم عند الله سبحانه وتعالى، ويشغلك بما قدموا من العمل. وأيضا ربما أن بعض الناس يقول ده أنا لا أستطيع ذلك، يعني هل أنا أستطيع أن أعمل مثل عمل المتقين؟ فإذا كأن الذين يطمعون في دخول الجنة من غير عمل ليس لهم هذا الحق، لأن الذين يريدون الجنة ويريدون الفلاح في الدنيا قبل الآخرة يعملون. طب في ناس عندنا، كثير من الناس يقول أنا مسلم، يعني مسلم بالبطاقة، يعني اسمه فيه محمد أو أحمد أو علي، لكن لا يصلي، لا يزكي، لا يفعل الصالحات، ومع ذلك يطمع في دخول الجنة. نقول هذه الآيات تصدمه. هذه الآيات تقول له الذي سيفلح والذي هو على الهدى هم هؤلاء الذين يعملون. يبقى لا تطمع دون عمل، فطمعك في الجنة دون عمل وطمعك في أن يكرمك الله في الدنيا دون صلاح أمر فارغ لا يصح أن يكون. يبقى كأن طمع هؤلاء الناس الذين يتركون الصلوات في الجماعات، والذين لا يقومون لصلاة الفجر، والذين لا يزكون من أموالهم وعندهم الكثير، ومع ذلك يدعي الإسلام ويقول ده أنا لي نصيب في الجنة، نقول لا، أنت لست على هذا، لأن طمعك أن تكون مثل هؤلاء طمع فارغ لا يجوز أن يكون. هكذا يقول الشيخ، يقول الشيخ إن هذه الصفات التي ذكرها الله تعالى للمتقين تنشطك. أولا تنشط الناس لكي يعملوا مثلهم ليفوزوا مثلهم، ويثبطك عن الطمع الفارغ والرجاء الكاذب والتمني على الله ما لا تقتضيه حكمته ولم تسبق به كلمته. هذا يؤكد الحديث الشريف، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. شوف الكيس، العاقل الذي عنده رشد وعنده فكر سليم يدين نفسه، يقول لا
انت مقصر في كذا ومقصر في كذا ومقصر في كذا، عليك ان تصلح هذا التقصير. فيحاسب نفسه، يقول لا، لا داعي الى ترك الصلاة، لا داعي الى ترك الزكاة، لا داعي الى يعني ظلم الناس. فيدين نفسه ويحاسب نفسه ويعمل كما يعمل المتقون. ده اسم كيس، يعني فطن وعنده رشد. إنما العاجز، وهذا يصدق على كثير من الناس، من أتبع نفسه هواها، يعني يفعل السيئات ويرتكب الجرائم والمعاصي، ويعني يسير في طريق الشيطان ويسير في طريق هوى النفس، ومع ذلك يتمنى على الله، يقول لا لا لا، ده رحمة ربنا واسعة، ده هو غفور، هو غفور رحيم، لا ده عاجز، فيتمنى على الله ولن يكون. إذن كأنه عند ذكر صفات المتقين في سورة البقرة وعند ذكر جزائهم يكون نبراسا للمؤمن، لكي يقول أنا سأنشط، أنا أريد أن أنشط مثل هؤلاء حتى أحصل على الهدى وأحصل على الفوز، ويمنع نفسه أن تنطلق مع الشيطان وأن يغريه الشيطان وأن يقول لا لا لا، ده أنت على خير إن شاء الله، أنت تدخل الجنة إن شاء الله، يقول لا لا لا، هذا كلام فارغ، فلا بد أن أعمل. يبقى من يسمع هذه الصفات فإنه يعمل بها ليفوز مثلهم، وإذا كان مقصرا فعليه أن يترك التقصير، لأن هذه الصفات والمكافأة عليها تقول لا مجال للمقصرين هنا، المقصرون يمتنعون، لا شيء لهم هنا. نعم. ثم يدعو الشيخ فيقول اللهم زينا بلباس التقوى واحشرنا في زمرة من صدرت بذكرهم سورة البقرة. طبعا حينما قرأ الشيخ وفسر هذه الآيات عن المتقين تمنى أن يكون مثلهم، ونحن حينما نشرحها لحضراتكم نتمنى أن يحشرنا الله في زمرة هؤلاء وأن يلبسنا لباس التقوى مثلهم حتى نفوز كما فازوا. هنا يريد الشيخ أن يفسر معنى المفلح، هو قال على هدى، الهدى الوصول إلى الغرض المطلوب، هذه الهدى الوصول إلى الغرض، فالمتقون واصلون إلى غرضهم. ما غرضهم؟ غرضهم صلاح دنياهم وغرضهم صلاح أخراهم، هذا هدى. ولذلك نحن نقول على المسلمين أن يتبعوا صفات المتقين حتى يهديهم الله في الدنيا وحتى يوصلهم إلى أقوى دولة. فنحن لا نقول كما يقول بعض الناس لا، الفقر مهم والانقطاع للعبادة مهم. نحن لا نمنع أن الانقطاع للعبادة مهم، ولكن أيضا علينا أن نسعى في الدنيا وأن نجتهد فيها بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لتكون دولتنا أعظم دولة. فكيف تكون؟ لا بد من صلاح أهلها. فإذا أصلح المسلمون أنفسهم أعطاهم الله البغية وصلهم إلى المراد، إلى المراد من قوة أمتهم ومن تماسكها ومن كونها على كلمة واحدة سواء في الدنيا. فالإسلام لا يعرف الضعيف ولا يعرف الضعف، فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي مهم جدا، فلا تقنع المسلمين بأنكم على خير وأنكم عليكم أن يعني تتمسكوا بالفقر وأن تتمسكوا بالضعف، لا، هذا عبث، وإلا ما كانت الأمة المحمدية أبرز أمة بقيادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المفلح يبقى الهدى هو الطريق الموصل إلى الهدف، وهدف المؤمن كما قلنا شيئان، إصلاح دنياه وإصلاح أخرى.
طب والمفلح؟ قال المفلح الواصل إلى ما أراد. يبقى الهدى عبارة عن الطريق الموصل. نحن نقول نريد أن نصل المكان الفلاني، يقول لنا اسلك الطريق، إذا سلكت هذا الطريق تصل. فكأننا لو سلكنا طريق المتقين وسرنا على طريق المتقين هذا هدى، نفلح، يأتي الفلاح. ما معنى الفلاح؟ يعني نصل إلى أهدافنا، نصل إلى هدف تكوين الدولة القوية، ونصل إلى هدف الجنة في الآخرة. في الآخرة يبقى الفلاح هو الفوز بالبغية، كأنه الذي انفتحت له وجوه الظفر ولم تستغلق عليه، انفتحت له وجوه النصر. يعني كأن الإنسان لو سلك طريق التقوى تفتح له أبواب النصر، تفتح. هو يريد أن يظفر بطلبه، أن يظفر بمعيشة سهلة. انظر الفرد نفسه، الفرد في أسرته يمكن أن تصلح حياته، أن تصلح حياته بصحة وعافية، أن تصلح حياته بالكفاف من الرزق، أن تصلح حياته بالأولاد الذين يسعدونه، بالزوجة الصالحة. اسلك طريق التقوى، إذا سلكت طريق التقوى صلح هذا كله. إنما لم يسلك طريق التقوى تفسد الأسرة وتتنازع وتتشاجر ويفسد الأولاد ويضيع المال. وهو يقول لا ده ضاع لأنني يعني لم أحافظ عليه. نقول لا، أنت لم تسلك الطريق السليم. إذا سلكت الطريق السليم طريق التقاه فسيحفظ عليك صحتك، سيحفظ عليك مالك، سيحفظ عليك ولدك، سيحفظ عليك الاستقرار والأمن في الدنيا، وتأمن أيضا في الآخرة. إذن المفلح هو من يفوز بطلبه، أراد أن يفوز، الفوز بثمن. ومن طلب الحسناء لم يغلها المهر كما يقولون. فإذا أنت تريد الشيء العالي، إذا ادفع بالعمل، ادفع بالعمل، تقدم بالعمل. فالذي يريد أن يتزوج امرأة عظيمة عليه أن يبذل مهرا كبيرا كبيرا. نعم. إذا هنا التركيب دال. المفلح، كلمة مفلح من أفلح، أفلح معناها شق، فمن الشق. وعلى ذلك نحن نقول الفلاح، لأنه يفلح الأرض أي يشقها ويضع النبات فيها. ده كأن الإنسان ليفلح عليه أن يسعى، عليه أن يبذل جهدا، لأن كيف تشق الأرض إلا إذا جئت بالمحراث واستطعت أن تشق وأمسكت المحراث وجعلت هذا المحراث بقوة حتى تستطيع أن تشق. إنما هل الأرض ستشق من تلقاء نفسها؟ لا، أنت الذي ستشقها. فاسلك طريق الصالحين، طريق المتقين، وابذل الجهد. ولذلك يقول الشيخ التركيب دال على معنى الشق والفتح. نعم، فمعنى ذلك أنك تستطيع أن تفلح هذا الفلاح إذا ما شققت الطريق بنفسك. نعم. بعد ذلك تجد الحق سبحانه وتعالى بعد أن قال عن المتقين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون، إذن هو كان يتكلم عن أوليائه، أولياء الله. يعني معنى أولياء الله أنهم الذين الله وليهم، يعني الله هو المتولي أمرهم. هذا معنى أولياء الله، ليس معنى أولياء الله يعني من في القبور من الصالحين، إنما ربما أنهم سموا بأولياء الله لأنهم كانوا على تقوى وعلى رضوان من الله جعله ناصرا لهم. الله تعالى هو الولي عن ناصر. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يبقى إذن
تكلم القرآن في مطلع سورة البقرة عن أولياء الله، فمن يكون على الذي يكون على صفات التقوى هذه يضمن أن الله ناصره وأن الله يتولى كل أموره. ولذلك لو أن الناس أصلحوا حياتهم ما كان عندهم قلق ولا اضطراب ولا خوف من المستقبل ولا حزن على شيء ماض، ما كان لهم شيء من ذلك. فعلينا أن نكون من أولياء الله وأن نتبع الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضاه كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.